فيا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم في استقبال العدد الكبير من السائحين الروسيين في 2018، لانه زي ما انتم عارفين انه ده هيفتح ابواب كتيره قوي لناس كتيره قعدت في البيت بسبب وقف السياحه الروسيه. مكملين في اخبارنا الايجابيه مشاهدينا، المهندس طارق الملا وزير البترول اعلن خلال تواجده في بورسعيد عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الابار البحريه بحقل زهر الى المحطه البريه الجديده بمنطقه الجميل ببورسعيد للمعالجه وضخه في الشبكه القوميه للغازات بمعدل انتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب. معايا على الهاتف الزميل احمد ابو حجر المتخصص في ملف الطاقه والبترول. مساء الخير استاذ احمد. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. وضح لنا في البدايه يعني ايه البدء التجريبي والبدء الفعلي، يعني حضرتك اشرح لنا الخطوات هتكون ازاي. هو الحقيقه النهارده احنا عندنا بدايه فاتوره الانتاج من حقل زهر، دي بتيجي بعد فتره طويله من بدايه التنميه في الحقل. المفترض ان هي تكون النهارده احنا كده بدانا في الانتاج من المرحله الاولى. نعم. اللي هتكتمل في منتصف 2018 ان شاء الله. عشان يكون اجمالي الانتاج المنتظر منها حوالي مليار و2 من عشرة قدم مكعب في اليوم، لكن احنا النهارده بنتكلم على انتاج مبدئي تجريبي بيوصل لحوالي 350 مليون قدم مكعب في اليوم. الانتاج بتاع النهارده بيحقق لمصر يعني كيف وقته الحقيقه، لانه احنا بنعتمد على استيراد حوالي مليار قدم مكعب من الغاز المسال من بره. نعم. الكميه اللي بدا الانتاج النهارده فيها من ابار حقل زهر، ايوه، من الطاقه بتعادل حوالي تقريبا استيراد 3 شحنات من الغاز المسال، وده بيحقق وفره حوالي 60 مليار دولار 60 مليون اسف جدا 60 مليون دولار شهريا، بما يعادل حوالي 720 مليون دولار سنويا. ده من الجزء من باكوره الانتاج اللي هي حوالي 350 مليون قدم. ال 350 مليون قدم النهارده دول هيزيدوا او هيتضاعفوا خلال شهر مارس اللي جاي باذن الله، يوصلوا 700 مليون قدم، ضعف مع يونيو اللي حوالي مليار. طيب نتائج ده ايه حضرتك على مستقبل الطاقه في مصر؟ المليار قدم في حل وصلنا ان شاء الله ليهم في يونيو اللي جاي هيوفر لنا مقدار استيراد حوالي 180 مليون دولار شهريا. الحقل زهر يطار شهاده نجاح لقطاع البترول قدام شركات النفط العالميه. ايوه. خلال الفتره اللي فاتت ديت كان في مباحثات مع شركات عالميه زي اكسون موبيل، نوبل انرجي الامريكيه، عشان يجوا يشتغلوا في مصر بعد النتائج الحقيقه شركه ان الايطاليه في مصر، دي اول تجربه لمصر في الحفر في المياه العميقه. الناس بتسأل أستاذ أحمد الغاز هيوصل للبيوت كلها في مصر إمتى؟ حضرتك عارف إنه في أماكن ما وصلهاش الغاز لغاية النهاردة. هو الحقيقة وزارة البترول عندها مشروع قومي اللي هو توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. إحنا بيبقى فاضل في عدد من الشروط قبل توصيل الغاز للمنازل، اللي هو لازم يكون فيها صرف صحي. لازم يكون الاول في يعني اشتراطات امان حضرتك تقصد؟ صحيح. ايوه، امان عشان خاطر نوصل يتم توصيل الغاز الطبيعي، فلازم يكون في مشروع الصرف الصحي واصل للمنازل دي او المناطق دي. لكن هو النهارده احنا عندنا رقم حوالي 8.2 مليون وحده سكنيه وصل لهم الغاز. والوزاره بتستهدف ان هي توصل لحوالي مليون وحده سكنيه سنويا، لان التوسع في توصيل الغاز الطبيعي بيوفر من فاتوره استيراد البوتاجاز من الخارج، لان مصر بتعتمد على 50% من البوتاجاز المستورد من الخارج. صحيح فعلا. تمام. بشكر حضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ابو حجر المتخصص في ملف الطاقه والبترول.